احنا بقى لا بيهمنا غلاء اسعار ولا بيهمنا اي حاجه خالص. احنا النهارده هنحشي اللحمه لحمه ونسمي بالله ونصلي على النبي ونشوف احنا نعمل ايه. اول حاجه كده ده خروب مطحون كده بيتباع عند العطار، الكيس ده تقريبا نص كيلو، مش عارفه الكميه قد ايه، بس الخروب ده بقى مزاج 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 في العصير. اول حاجه هنعمل ايه، هنجيب كده حله ونحط فيها حوالي كيلو سكر. كيلو سكر يا نشوى مش معقول، ليه كل ده؟ عشان انا بعمل كميه كبيره. انتي بقى ابقي يعني هتعملي انتي على قدك، يبقى حطي نص كوبايه سكر عادي. اول حاجه بقى هنعمل ايه، البفتيك. البفتيك ما هو لازم نجيب بفتيك عشان ما يقولوش علينا حاجه، هو ده البفتيك اللي عشان ما يقولوش علينا حاجه. ده عندي لحمه مفرومه متعصجه من امبارح، كان عليها شويه جمن، كنت عاملاها حشوه لسه مبوسه، فضت عندي حطيتها في كيس في الفريزر وطلعتها النهارده الصبح. جبت بفتيك كده، ده نص كيلو بفتيك، يا عيني يتيم غلبان، لا هو نافع يبقى حته كبيره ولا هو نافع في اي حاجه خلقها ربنا. قلت ايه، انا لازم ادلعهم واعمل لهم الاكله اللي علي بيموت فيها. عايزه اقول لكم ان علي بيعشق الاكله دي، اكنك بتحشي ورق عنب. هنجيب البفتيك ونفرده كده زي ما انتوا شفتوا، وبعدين نحشيه بقى باللحمه المفرومه المعصجه. يعني شفتوا لحمه ايه، محشيه لحمه. احنا ما يهمناش احنا غلاء اسعار، احنا ناس جامده قوي. يعني اي نعم، هي نص كيلو بفتيك وحته لحمه معصجه من امبارح كانت باقيه من السمبوسه، بس مش مشكله، هنعمل طبق جامد 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 بيتباع في اغلى المطاعم. اي أيوة والله العظيم. المهم لفينا كده البفتيك كده، وانا اول حاجه بتفردي البفتيك كده بتدقيه عشان يتفرد اكتر، وبعدين مفيش لا عليه ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص، هي اللحمه المفرومه اللي بتبقى متعصجه دي بس. او ممكن انت تحشيها اي حاجه، مش شرط لحمه مفرومه، ممكن تحشي خضار عادي، بس هو باللحمه بيبقى لحمه محشيه لحمه كده، بتبقي عامله لنفسك يعني شو جامد، اللي هو ايه بقى، ما تكوني عندك عزومه بقى ويخش يقعد على السفره يلاقي لحمه محشيه لحمه، ايه الناس دي، ايه الافطيره ده يا خال. المهم قعدت كده احشي كميه اللحمه كلها، عمال ما السكر يكون بتاعي بقى كارمل كده خالص زي ما انتم شايفين. اول ما بقى كارمل خالص نزلت عليه بالخروب، بس لقيت الحله صغيره حطيته في الحله الكبيره اللي في الجنب ده، ونزلت عليه بنص لتر ميه بس، واسيبه يغلي بقى غلوه مع نفسه زي ما انتم شايفين. عمال ما انا كنت شوحت البفتيك اللي انا لفيته كله رول، بصي اهو انا بديله تشويحه كده. وجبت الرز ده، رز بسمتي نوع حلو كده، اللي هو عامل اسمه رز بسمتي جوز الهند، هو مش بطعم جوز الهند، هو اخد شكل جوز الهند يعني، اللي هو الحبايته الطويله البيضه دي. ده بقى ما بحبش اديله كركم ولا احب اديله كاري ولا لون، احب اعمله على لونه الابيض. عمال ما البفتيك بتاعي يتشوح هكون انا عملت ايه بقى، إيه، خرطت بصله كده عشان نعمل النهارده الرز بالبسله، بما ان مفيش خضار والاكله دي كلها نواشف واكل فنادق يعني واكل مطاعم، قلنا بقى نعمل رز بالبسله. طلعنا كده البفتيك بعد ما اتشوح كده معانا اخد لون، شايفه اللون اللي في الطاسه ده، هنحط عليه معلقتين دقيق وعليه كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، وهسيبه كده مع نفسه عمال ما انا اكون نزلت بالبسله هنا على البصله تاخد لون. حطيت هنا شويه ملح، فلفل، بهارات لحمه، 7 بهارات، وقلبه كده، تقلبيه تدوبي الدقيق خالص مع البهارات مع شويه ميه سخنين، تحس كده ان هو هياخد قوام البشاميل بس لسه مش قوي يعني. بعد ما يغلي معانا غلوتين هننزل بالبفتيك اللي احنا شوحناه يكمل سواه، اكنك بتعملي بيكاتا يعني، هي تقريبا نفس وصفه البيكاتا بالظبط. لو انت هتحطي فيها مشروم حطي براحتك، انا ما حطيتش فيها مشروم ولا بتاع، انا حطيت فيها البفتيك اللي محشي لحم مفروم. ونزلت على الرز بقى، الرز اللي هو عامل بحبايه جوز الهند ده، خلي بالك ما بيتنقعش عشان ما يتكسرش معاكي. بصوا بقى الخروب عامل لون رهيب وريحه قلب البيت بجد فظيع. كملت عليه بميه عاديه ونزلت عليه بالكولمان بقى، وسبته يبرد بقى شويه عشان نوزعه اكياس افطار صائم، واحنا كمان هناخد منه شويه. جبت طاسه كبيره وحطيت فيها 3 بصلات محترمين عشان نعمل المسخن اللي احنا بنموت فيه. حطيت عليها شويه زيت زيتون، زيت زيتون بكري بقى، مش عايزه اقول لكم زيت زيتون ايه، زيت زيتون جامد يعني. وعلي اجا بقى قاعد يساعدني ربنا يبارك له يا رب، وقاعد يعمل، هو عامه بقى علي هو المتخصص في العصير والتمر، كنت انا في اول الشهر وبعدين امير وبعدين علي هو المتخصص دلوقتي في العصير. عمال بقى ما هم يعملوا العصير نكون احنا عملنا المسخن. عندك ده عيش كريب بيتباع من عند اي محل بتاع كريب، بيتباع في السوبر ماركت، ممكن تجيبيها اللي هو العيش اللي اسمه ايه، هو انا بعمله بعيش كريب، او اسمه ايه ده اللي هو العيش برضو اللي بيتباع في السوبر ماركت، اسمه ايه يا بنات،
بيكتبوا لي اسمه عشان نسيت اسمه دلوقتي وانا ما منتش. المهم كده بتجيبي العيش الكريب كده، بتقومي ايه عاملاه على ثلاث زي مثلثات مثلثات. النهارده يوم المحشي العالمي، عملنا محشي بفتيك ومحشي مش عارفه ايه، النهارده هنحشي المسخن بقى. ده صدر فرخه كبير كده كان عندي في الفريزر، انا ما برميش الحاجات دي، الحاجه اللي تبقى دي عندي بسيبها كده، اعملها حشو بيتزا، اعملها شويه مكرونه بشاميل. الفراخ دي ما الصدر بالذات ما برمهوش، يعني لو فاض عندي حاجه اعينه في الفريزر في كيس كده، طلعه في اي وصفه بينفعني جدا. البصل اول كده ما بياخد معانا لون ننزل عليه بكميه الفراخ. لو انت عندك ممكن نفس الطريقه دي، مش لازم يكون اكل بايت، عندك فرخه صغيره اسلقيها وقطعيها كده واعمليها بنفس الطريقه دي. ده المسخن الفلسطيني يعني، حاجة كده من اللي هو آخر حاجة، جامد جدا يعني. حطيت ملح وفلفل وكمون، وأكتر حاجة بحطها السماق. السماق بيديله طعم مزازة وطعم حلو جدا، وياخد معانا كده تقلبتين. وهنجيب بقى المثلث اللي احنا قطعناه في الأول ونلفه كده أكنك بتحشي ورق العنب، تلفيه يمين وشمال وتلفيه رول كده على طول، وتحطيه في صينية. صينية مش مدهونة أي حاجة خالص، هي أصلا الأكلة دي كلها زيت لأن انت عاملاه في زيت من الأساس. بصوا شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، بتحشي بقى الكمية كلها وتدخليه الفرن يعني من فوق ومن تحت، ياخد لون من فوق ومن تحت، وكده تاخدي معاكي احلى مسخن في الدنيا. بصوا كده الرز الابيض عايزة اقولك طالع فظيع فظيع بجد، يعني حاجة كده تستاهل بقك. اه والله، والبسلة كده باينة فيه كمان احلى من الرز الاصفر. يعني دايما اعمل الرز اللي بالبسلة بالرز اللي هو عليه كركم، عليه لون زعفران، لكن طلع في اللون الابيض احلى كمان 100 مرة. خلاص كده غرفنا الرز وظبطناه، نجيب بقى البفتيك اللي احنا عاملينه كده، اكن احلى من البيكاتا فعلا، انت لو جربتيه هتعملي ده احلى كمان من البيكاتا، وطريقه مختلفه علينا يعني، مش اغلب الناس عارفين ان اللحمه بنحشيها على لحمه مفرومه يعني. هننزل كده بشويه صوص عليها بقى، ودي عايزه شويه رز ابيض، يا لهوي على الطعمه بجد، كان طعمها خطير خطير خطير. بصوا الجمال، عايزه اقول لكم ان انا ما عرفتش اصور لكم الا بعد ما يعتبر الولاد خلصوا الغدا، وعلي جه بقى لان كان الفطار، وعلي ان كان حصل ظروف بقى اتفرجوا عليها في الاكل مع نشوى واحنا نحكي لكم. بصوا انا هنزل بقى لان المهندس والسيد بتاع المطبخ جايبين المطبخ يقيسوه كده كروكي بس عشان يظبطوا المقاسات بتاعتهم على المطبخ من تحت قبل ما يغلفوا المطبخ ويظبطوا، فجايبين الهيكل بتاع المطبخ عشان يظبطوا عليه شوفوا المقاسات. المطبخ اجا اهو، يعني هو يعني تجريبي كده صح؟ صح يا باشمهندس؟ محدش بيرد عليا، مش مشكلة مش مشكلة. أيوة ده تجريبي يعني، ربنا يبر بخاطرك والنعمة أنت اللي جابر بخاطري في الناس دي. بصوا ده كده هيجربوه يعني على ما أظن، على اللي أنا فهمته. عشان لو في حاجة في المسألة. عشان لو يعدلوه وبعدين يقفلوه بقى. قول قول. شايفة الدقة؟ لا 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 بجد أنا تعباك، أنا تعباك معايا. ماشي ماشي، تعال نشوف الكهرباء عاملين ايه، تعالى اشرح لنا الكهرباء انت عملت لنا فيها ايه. بص بسم الله، تفتح الاسبوتات وتعبئه السلوك، تفتح الاسبوتات وتعبئه السلوك. اه كده احنا فتحنا الاسبوتات، كل الحاجات دي بعضها الوقت وزعها. اه الوقت كل دي لمبات علي هيجيبها لنا، كل دي لمبات. انت متوقع ان علي علي انت متوقع ايه في ايه؟ على فكره ممكن تعملي الاسبوتات دي كلها تفتح بمفتاح واحد، وفي لمبه واحده تفتح لوحدها. لان انتوا مش فاهمين، علي وعلي مش هيخليني افتح النور ده كله، انتوا مش عارفين حاجه. احنا هنعمل عشان نوفر، هنعمل الاسبوتات على مفتاحين ماشي، اه والبيت اللي هو النور اللي هو شريط اللي بينزل على مفتاح، ايوه بنبص على المفتاح. الهي ربنا يسترك، الهي ربنا يكبر بخاطرك، عشان بص هم اللي عاملين لمبات كتير، ما عملتش مش مهندس شغال بمزاجي. بصوا ده العمود اللي هيتحط فيه الفرن والميكروويف والدراج اللي تحته، وبصوا المطبخ هيمشي كده 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 اهو، وده الحته اللي هيتحط فيها البوتاجاز، وهيمشي دي رخامه لحد الحته دي اللي هيتحط فيها الحوض، وهنا هنحط التلاجه، ودي برضو ماشيه هنا كلها رخامه يعني. طبعا هو مش واضح قوي بس ايوه هي يعني هيبان بقى مع الشغل، هما بيقيسوا بس يا مقاسات. دي ال 10 سم اللي جت الشاي. لا لا احنا مطلطبين عشان كده مش نافع تخش. اه طيب ايه هو ايه الطول ده؟ اه انا هطول بقى هو يوصل. لا يا جماعه انت بتتكلم على الارتفاع بتاعنا. اه طيب ده دي الاثنين دول مطبيه؟ لا دي اللي مطبيه. اه دي اللي مطبيه مش فاكر ده فوق بعض؟ اه تمام.
هنا الشقه والدور الثاني وهيبقى متوجه يا باشمهندس. الدور يعني دي مطبخ، دي للشقه؟ دي للشقه وهنا للشقه. بس مفيش الدرع اللي هو اللي زي ده. ايوه نعمل ضربتين اللي فوق بعض على طول. ايوه هو الرشاحه دي كانت منين دي كده؟ ليه؟ الرشاحه دي دي هو الدور اللي ورا دي. بيجي لك كده كمان دور. ايوه طيب ما هو ده بنعمل بقى رف بقى زي ما بنعمله للتخزين بقى الحاجات اللي انت بتستخدمها كل فين وفين. يعني نازله ده الشاحه. ده بقى رف عادي. دي ده رفه كده مفصليه عاديه. طب ينفع نحطها ازاز مثلا؟ بلاش مش مهم لازم. في هناك في ايه بقى؟ دي بقى بس هي ما عادش عشان بس نعمل شكل السبيل ده. دي ايه بقى اللي دفعه مصر ده؟ يا ما حاجه يا طيب هنا دفعه كام؟ رفين عاديين. اثنين قال لك دول سوق برضه. بص الجزء اللي بس عندي خلاها بدا يا باشمهندس. كنا جايبينهم الاخر اللي معاك دي ولا لا؟ لا بصوا احنا الرف ده انا اللي دوت بصوا العمود ده اللي هنحط هنا الفرن والمايكروويف فيه. الو جمعه العمود ده اللي هنحط فيه المايكروويف والفرن وهنا رف كده محطوط كده كده بس رف عشان تحط كده يعني لحد هنا ده فوق المايكروويف هنا الفرن صح؟ هنا ال هنا رف وهنا رف وتحت دراب وهنا برضو هيبقى هنا دراب ودراب مش عارفه بس هنا بقى برضو رفوف صح؟ هنا دي دولاب دولاب بس المشكله بقى ان احنا برضو هنتخانق كل مره يعني انا ما اعرفش ما اتخانقش مع الباشمهندس دي كانت واقعه على الحبل فجبتها الباشمهندس عايز يحطها لونها اسود وانا عايزه مطبخي ابيض احكموا بقى عايزاكم النهارده تسيبوا الباشمهندس بصوا احنا عندنا كل حاجه كل حاجه تمام كل حاجه في المطبخ لونها ابيض عجع حاجتين بس اثنين الجزء ده والجزء ده بتاع الرشاش الجزء ده والجزء ده يعني المطبخ في فوق كله اسود لا الجزء اللي هو فوق الثلاجه تمام واللي جنبها الحته دي مش باينه مش باينه ده مش باينه ليه هي مش باينه وعندي الجزء اللي الجزء ده ابيض تمام عندي احنا لسه على الخلاف الاسود والابيض ده يعني بقى في خناقه ثانيه مع الباشمهندس اول السيد مع الباشمهندس باي حاجه ماشي يا سيد وانا قاعده اقول لك واحد فيهم قاعده اقول لك واحد فيهم يا سيد عايز يشوف الناس لسه ما يتفهمش وبعدين كان في خناقه بينا ويا باشمهندس وزعلني وانا اللي بيزعلني ردوا على الكومنتات زعلانه زعلانه وبعدين استنى بيقول لي ايه بقى عايز يحط لي اسكت اسكت هاسكت هلم الموبايل وهنا بقى تعالوا هنا تعالوا هنا دي الرخامه ده اللي تحت الجزء ده كله تحت الرخامه هنا رفين درف درف وهنا دروب وهنا علبه الخضار السبانه بتاعت الخضار وهنا الثلاجه بصوا الثلاجه هتبقى موجوده مكاني هنا اكيد ان انا ثلاجه وفي هنا رف برضه كبير وهنا الرشاقه زي ما انتوا قلتين وهنا الفرن يعني هما بس بياخدوا المقاسات يظبطوا وانا تعبت بصراحه انا مش عارفه حاسس مش فاهميني ولا ايه أن بس هو ده اللي طبعا هي دي جت من الكلام انت هنسقطي نجحتي بصوا هنيجي كده نجيب القماش بتاع الصوالين الطقمين الصالون بتاعي هجيبهم كلهم اكنهم طقم واحد السلام عليكم بصوا ده اللي انا جايباه عندي للركنه اللي هو عامل زي الجلد المقلوب كده تحس ان هو قالب على الرخام بصوا انا جبت بقى اللي انا نقيته الاثنين دول مش هم دول بتوعي بصوا الاثنين دول اللي هم ايه مش عارفه طبعا الاضاءه مش مبينه الموضوع قول اسامي كده حلوين قول كده ده ايه درجته ايه دول التكاوي لا يبقى خلاص انت كده صح بصوا انا جبت اللونين دول ده اللي هجيب منه يعني الكسوه كلها ودول بس الغامق ده للشلته على فكره هم قلقين على بعض جدا بس هم مش واضحه في التصوير التصوير ظلمها دي بقى تكاوي كده بس بتاع دي فظيعه انا عايز تكوى فروه لو سمحت حضرتك
هو الفرو غالي قوي عشان بس ما ايه ما اطلبش بقلب جامد. الفرو في حاجه من 250 ل 300. لا ما بحبش الفرو اصلا بيجيب لي حساسيه. و انت بقى بص الباشمهندس هو اللي هيختار لنا بقى انت جبت كذا حاجه ماشي. وده ليه كمان؟ بص التكوى دي حلوه، ده يفسخ الدرجات دي. اه بصوا يفسخ الدرجات دي، شفتوا دي تكاوي، دي القماشه دي بتاعت التكاوي. هنجيب كده كام تكوى كده كذا لون ونحطها كده، تحفه تحفه طبعا. بصوا اهو طبعا هنشوف بقى هنشوفه على الطبيعه يعني. المتر من ده ب 55. هو ده اساسا يعني مش بتاع صوالين قوي، ده بتاع انتريهات، بس احنا بصراحه لقيناه ارخص من بتاع الصوالين. هو فيه بتاع صوالين ب 75، وصاحب المحل مش مقتنع اصلا باللي احنا بنعمله. بس هنعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لكم ان انا اكتر حاجه مهبوله عليه هو ده، اكتر حاجه نفسي فيه هو ده. بس ده المتر ب 100 وكام؟ 100 وحاجه يعني، 120 جنيه بس. انتوا مش باين في التصوير، هو فظيع، هو تحفه. لونه بصوا فظيع فظيع فظيع، بس ب 120 جنيه. علي جاب من ابو 50 جنيه وبصوا، وحاسس ان هو ايه يعني عامل انجاز. يلا كتر خيره، الحمد لله. تسلم، شكرا. بصوا يا بنات، الشغل بقى اللي هو التلات بتاعتي، لفوا وشها بقى درجات الالوان كلها. متخيلين؟ بص الدرجتين دول اللي انا جايبهم على بعض تقريبا يعني، تقريبا ما همش هم ما همش هم خالص. ده ايوه اللي انا اخداهم تحت دول اهو. ايوه الاثنين اللي فوق بعض دول، صح صح. عندك كل الالوان وكل الاذواق وكل الاسعار يعني، من اول 40 وحاجات وحاجات كده يعني. ودي بقى اللي هي الفرو صح؟ دي التكاوي بقى. دي مثلا يعني انا دي 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 قد ايه بقى دي مثلا؟ لا دي ممكن تاخديها، ممكن تلاقي معاك دي. بس هتاخدها وش صغير قوي. اعمل ايه؟ وش صغير معاك. يعني دي بتتباع بكام دي؟ دي ممكن ندالك كادو مش مشكلة. كادو؟ قولوا النعم. ده الحمد لله. انا اخدتي دي كادو يا ولاد. انا اخدتي دي يا بنات كده، يحطها على وش تكوى ومش مهم اللي يجي يقعد عندي ما يقلبش التكوى بقى ويحرق دمي. لا لا لا، اعملها تكوى وش تاني من ده. صح، مش بقول لك حضرتك مهندس يا مهندس. لا جامده، تسلم، ميرسي. بصوا بقى احنا اشترينا القماش وجبناه في العربيه ورا اهو، وده كانت خراطيم كده. انا وديتكم فين؟ ده كان خراطيم كده بتاعت الكهرباء، وسلوك بتاعت كهرباء جبناها امبارح. والله شاريه امبارح حاجات للكهرباء ب 3000 جنيه، انا مش عارفه ليه. ونص وحاجات ايه يعني مش باينه، خراطيم جوه وحاجات مش باينه، ما اعرفش الاسعار دي هتودينا فين. المهم يعني ففي حاجات طلعت زياده كتير، فهنروح نرجعها. رحنا نزلنا عشان نرجعها، خلاص الساعه بقت متاخر جدا لان كنت قاعده مع اخواتي القعده اخدتني بقى، وفضلنا قاعدين مع بعض فالقعده اخدتني. فكانوا عاملين محشي بقى ورق عنب وكنافه وسمبوسه، اكل جامد. الشنطه مفيش ولا عبروك عشان تبقى تقول لهم بقى تعالوا كل وانتوا بتحبوني وانا بحبكم، وبيقعدوا يقول لك احنا بنحبك يا علي، ده كلام، وانت اخونا يا علي، محدش عبرك بصباع محشي ولا حد سائل عني. احب اهدي النفوس بيني وبين اصل اخواتي حقيقي، دي من غير مجامله، اخواتي يحبوا علي اكتر ما بيحبوني. والله فين الحب ده؟ والله العظيم ده حب بقائي اللي بناقص منه. بجد والله هم يحبوا علي اكتر ما يحبوا علي، دايما يهتم باخواتي جدا. انا بلاحظ ان علي بيهتم باخواتي اكتر ما بيهتم باخواته. لا هو بيحب اخواته طبعا، بس عشان اخواتي يعني مش اخواته يعني، اخواته واخدين على بعض. المهم يعني عشان انا بقعد نفسي في ده. المهم بقى فرحت قعدت مع اخواتي شويه ورحت جبت القماش، واحنا ماشيين دلوقتي هنجيب سحور للولاد. وانا اتوزنت وانا ماشيه وفرحانه قوي ان انا مزاجها حلو والله. يعني انا نازله حوالي من شهر دلوقتي نازله 4 كيلو، فيعني هم وحشين قوي بس حلوة، احسن ما فيش، لان انا باكل برضو وبخرف يعني ساعات وساعات، بس الحمد لله. فالحمد لله يعني ايه لسالي. بصوا لسالي رقمين، مش رقمين، لسالي 2 كيلو ماشي، مش لسالي 2 كيلو
وابقى كسرت رقم ما بحبوش. كيف بتحلم به؟ يعني ما تعملوا اللي بنقول لكم. ما بوصل للرقم اللي انا ما بحبوش ده اشيله خالص من قاموسي هقول لكم. وانا مقرره بقالي دلوقتي 3 4 ايام او اسبوع ما اكلش كنافات، يعني انا موقفه اقل من اسبوع. يعني بعد رمضان لازم بعد الفطار لازم باكل كنافه. انا بقالي 3 4 ايام مقرره ما ادوقش الكنافه، باكل بطيخ دلوقتي، بطيخه مزايق اي حاجه، ما باكلش فاكهه بطيخ فاكهه حلويات. فهنجيبس انا بخرف وقالين انا بامانه تعبانه ما اعرفش في جيت بعد الفطار النهارده يا جماعه تعبانه باين على وشي، حتى ما نزلناش فيديوهات الاكل مع نشوه لا بجد تعبت النهارده فجاه الحمد لله الحمد لله، يعني وهبقى زي الفل على بكره. يعني حصل في البيت عندي هنا كده حاجه، يعني اللي تابعني عارف كمان ان انا باخد علاج في الاسبوع وانا من حظي اخدته خدته على حاجات مش كويسه، خدته على زائد حصل حاجه مش في البيت كده شويه دربكه على العلاج اللي بتاخده اللي هو بيعتبر بيوقعها خلص ده فايه فالدنيا ما ظبطتش. هيصه بس الحمد لله الحمد لله بدات تتكلم اهي والله والله الحمد لله. وما اتوزنت فرحت، ما اتوزنت تحس ان العيا راح كده يعني خلاص الحمد لله. هنجيب بقى سحور الولاد، جبنه ولانشون وشيبسي وخلاص وزبادي ونروح بقى يتسحروا وانا اكل زبدي بس بس وشربت ميه كتير. يلا الحمد لله. شوف فيروز حبايش انا الحمد لله. باي.